ثقافة عامة، طريقك إلى عالم المعرفة والإبداع. علماء مجانين خلدهم التاريخ، صورة تم رسمها في ذهننا منذ الصغر، وهي وجود علماء مجانين أصابهم الجنون بسبب الإفحال في العلم، أو يمكن القول أن هذه الصورة نتجت كما صورتهم الرسوم المتحركة. على أي حال، في هذا التقرير سنعرض عليكم مجموعة من العلماء الذين قد تنطبق عليهم هذه الصورة. روبرت أوبنهايمر. كان روبرت هو الشخص المسؤول عن مشروع مانهاتن لصناعة السلاح النووي الذي تم استخدامه في الحرب العالمية لإخضاع اليابان وحلفائها، وقد كانت له مقولة شهيرة بعد استخدام القنبلة النووية: الآن أصبح الموت مدمر العالم. نيكولاس تيسلا. نيكولاس تيسلا هو صاحب مساهمات كبيرة في العلم الذي وصلت إليه الطاقة الآن، فقد كانت له مساهمات في الطاقة الكهرومغناطيسية، ولكن الرجل أراد أن يتجه بعلمه إلى توجه آخر، حيث كان قد قدم مقترح لصناعة سلاح كهربائي قادر على إسقاط 10,000 طائرة دفعة واحدة في حالة تركيز الطاقة في مكان محدد، ولكن هذا المقترح قد تم رفضه في حينها. إدوارد تايلر. إدوارد تايلر هو مخترع القنبلة الهيدروجينية، وقد حمل لقب والد القنبلة الهيدروجينية. كان صاحب أفكار مجنونة مثل إلقاء القنبلة في البحر لاستخراج الوقود أو تفريغ مناطق باستخدام القنبلة بهدف إنشاء قواعد. جاك بارسون. بارسون هو العالم المساهم في اختراع المحركات النفاثة الخاصة بالطائرات، حاول أن يدمج علمه في الصواريخ مع السحر الأسود للسيطرة على الطقس. ويرنر فورسمان وضع قسطرة في قلبه في عام 1929. كانت جراحة القلب في مراحلها الأولى، وكان الأطباء غير قادرين على علاج مرضى القلب، فكانت لفورسمان فكرة في إدخال أنبوب من خلال وريد المريض، إلى أن زملائه رفضوا ذلك معتقدين أنه قد يكون مميتاً. أبدت إحدى الممرضات رغبتها بمساعدته بتهريب أدوات التعقيم في حال وافق على إجراء العملية لها. قام فورسمان بتخديرها، لكنه قام بالتجربة على نفسه، فوضع القسطرة في قلبه على نحو أعمى، ثم ذهب إلى مختبر الأشعة السينية ليعرض لزملائه ما قام بفعله بشكل يدوي. في العام الذي يليه نال فورسمان جائزة نوبل في الطب. إذا أعجبك الفيديو ادعمنا بالاشتراك والإعجاب بالفيديو والتعليق والمشاركة مع أصدقائك.